من ناحيه تخصيص المبلغ المالي اللي خصص لابن سينا وهو لاعمار المستشفى، ولكن صدمنا بسياده النائبه تحويلها الى الدائره التي انتخب من قبلهم. سؤالنا لسياده النائبه، ما الغايه منها؟ الغايه هي تحصيل اصوات المدينه، افرض مني ومنكم من الجميع ومن سياده النائبه. وعتب الثاني على سياده النواب اللي 34 نائب، لم نرى الا 5 و6 نواب يدينون هذا العمل، واشاده من قبل اهالي نينوى بالحكومه المحليه التي رفضا قاطع تحويل هذه المبالغ الى غير المبلغ المخصص لها هي المستشفى. لانه اذا كل نائب تأتي الأموال للمدينة ويسحبها للدائرة الذي يقوم بالانتخاب ويرسمون حاليا انتخاب ما بعد في سبيل حصون على الأصوات، من ليس من مبالغ من جيوبهم وإنما مبالغ من المحافظة. والله لو تمت إعادة الانتخابات فنتمنى من المواطن الموصلي أن لا يقع في الحفرة مرتين وثلاثة وأربعة، أن يكون صاحي. اخي ايش يريدون هذول من عندنا؟ يعني اليوم هي ما عاد تريد تخدم نينوى باعتبار، يعني اليوم نحن نعاني ما نعاني، فنحن كناشطين واهالي مدينه الموصل ندعم الحكومه المحليه باعمار جميع الموصل والمستشفيات، يعني هسه ما جيتي الا على مستشفى ابن سينا، اليوم ابن سينا من قبل يعني مستشفى ابن سينا هي تابعه لجميع اهالي محافظه نينوى، من تكريت من بغداد كانوا قبل يجونا، فاليوم مع الاسف من بعض النواب عن محافظه نينوى فقط لمصالحهم الشخصيه، ما نشوف شيء من عندهم، يعني مجرد كم نائب بس فقط نشوفه يطلع يصرح بس اقوال بدون افعال. مع الاسف اليوم نحن نعاني ما نعاني، اليوم بالحق انتم تدعمون الحكومه المحليه لو تجون تريدون تسرقون هذه الاموال، فنحن كشباب نينوى نرفض هذا الشيء، يعني باشر عقبه اذا يصير انتخابات، يعني ما اعتقد اهالي محافظه نينوى راح ينتخبون هكذا نواب، ونحن من سابقا تمنينا من هؤلاء وجميع النواب عن محافظه نينوى ان يكونون ايد واحده، بس مع الاسف ما شفنا اربعه من النواب فقط استنكروا بهذا الشيء. كان عليها الأجدر أن تطالب بالأموال اللي موجودة بالحكومة المركزية وإطلاقها لإعادة إعمار البنى التحتية من المستشفيات في كافة محافظة نينوى، وليس أن تحيل أموال هذه المستشفى إلى دائرتها الانتخابية أو منطقتها أو القضاء اللي متواجدة فيه. طبعا للأسف الشديد مجلس النواب هو عبارة عن نواب عن أحزاب وكتل سياسية، هذه الكتل من ملاحظتنا المستمرة ومنذ زمن بعيد نلاحظ أن لا يهمها سوى مصلحتها الشخصية ومصلحة الأحزاب والكتل التي تنتمي إليها. إحنا مع الحكومة المحلية عندما تعمل بجد وتعمل بمهنية عالية، دائما ما نساند الحكومة المحلية، ولكن في بعض الأحيان هناك أخطاء ننتقدها، من حقنا كمواطنين وكناشطين نشخص الأخطاء ونطرحها على الحكومة المحلية لإعادة النظر فيها ومن ثم إعادة تصحيحها.